بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم، معكم إبراهيم محمود مرسي. استكمالا لشرح الـ ASC Time Table، التطبيق الخاص بعمل جداول مدرسية إلكترونية، شرح التطبيق وحل الأسئلة والمسائل المشكلات اللي بتطرأ لبعض الأعضاء. النهاردة الفيديو الحالي بعنوان أنواع البطاقات. الفيديو الحالي هيكون عبارة عن شرح لأنواع البطاقات في الـ ASC Time Table، في التطبيق ده، في البرنامج ده. وده طبعا إجابة عن سؤال وصل إلينا أو ورد إلينا في تعليقات اليوتيوب قناتنا، اللي بندعوكم للاشتراك بها والتفاعل ودعمها بكل المشاهدات والمشاركات. السؤال من أحد الأعضاء الكرام: لو سمحت أستاذ إبراهيم، إيه الفرق بين الحصص المفردة والمزدوجة والثلاثية؟ إيه الفرق بين الحصص المفردة والمزدوجة والثلاثية، وهنقول كمان الرباعية والخماسية وغيرها؟ أولا دي اسمها بطاقة، أي واحدة من دي في التطبيق بتاعي اسمها بطاقة، ماشي؟ يعني دي بطاقة، دي البطاقة دي لما بحطها كده بتاخد مساحة 2 مربع، اهو 2 حصة، دي حصتين. البطاقة دي واحدة بس حصتين، ماشي؟ البطاقة دي أيضا حصتين، يعني بطاقة عبارة عن فترة زوجية حصتين، دي عبارة عن فترة فردية حصة واحدة، بتاخد مربع واحد اهوت، دي حصة فردية، ماشي؟ أو بطاقة لحصة فردية، حصة مفردة، دي حصة مزدوجة، دي حصة مزدوجة، ماشي؟ إزاي بأعمل الحصة المزدوجة والحصة الفردية في التطبيق بتاعي؟ ممكن طبعا من المواد أو الفصول أو المعلمون، أي واحدة فيهم أهوت. يعني مثلا عندنا التربية الدينية، دي 10 حصص، المادة دي لها 10 حصص. ندخل على الحصص كده، هلاقي أولى أول، ماشي؟ هي طبعا في اشتراك هنا، خلينا في تانية أول. تانية أول لها حصة مزدوجة، حصة مزدوجة، دي فترة واحدة، بطاقة واحدة عبارة عن حصتين على بعض، حتة واحدة، ماشي؟ ودي حصة مزدوجة، ودي حصة مزدوجة، ودي حصة مزدوجة. أي واحدة من دول حضرتك لو دخلت عليها عملت تحرير الحصة هتلاقي دي حصة مزدوجة، يعني بيتم إدراجها في الجدول على إنها بطاقة، حتة واحدة، بطاقة واحدة مش حصتين. لو اخترت من هنا ثلاثية أو رباعية، تعال نختار رباعية، دي حصة واحدة رباعية. إيه الفرق بينها وبين لما اختار 4 حصص فردية، حصص يعني 4 مفردة؟ إيه الفرق بين دي ودي؟ الحصة الرباعية، تعال نختارها كده، أدي واحدة بس رباعية، دي حصة رباعية، خد بالك إحنا في تالتة تاني في الدين، ماشي؟ إغلاق إغلاق. لما أروح هنا على مادة الدين من المواد، مادة الدين اهيت، طبعا عشان اتغير النصاب اختفت، هلاقي هنا حصة زوجية اهي، وحصة زوجية اهي، وهنا في حصة رباعية. لو خدتها كده ورحت ضفتها، ايه اللي بيحصل؟ اتحطت، تم ادراجها في الجدول في 4 حصص، دي فترة واحدة رباعية، ماشي؟ 4 حصص، شغلت 4 حصص. ولو حضرتك عدلت الحصة دي وخليتها خماسية هتاخد 5 حصص، وسداسية وسبعية. طب لو زوجية أو ثنائية هتاخد حصتين، لو ثلاثية هتاخد 3 حصص. عرفنا ازاي بنعملها من المواد أو من المعلمون، ممكن من المعلمون كمان اهيت. اروح على اي معلم كده، وليكن محمد ده او عاصم ده اللي عنده 18 حصة، ده بيدي عربي تقريبا. تعال ندخل على الحصص، بيدي فعلا لغة عربية، في 4 فترات زوجية وفترة فردية، يعني 4 زوجية ب8 والفردية ديت بايه؟ ب1 بس، يبقى 9 حصص للفصل ده و9 حصص للفصل ده، هو نصابه كده. طيب الأربعة الزوجية ديت ممكن أخليها 8 مفردة؟ أيوة ممكن، تروح على التمانية، الأربعة دي تعدلها 8 أهوت، 8 وتبقى مفردة، نكتب هنا 8 ونخليها هنا ايه؟ مفردة. في الحالة ديت هيتم إدراج الحصص بعيد عن بعضها، يعني حصة 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 حصة، كل الحصص بطاقات، كل بطاقة حصة واحدة، ماشي؟ ممكن يكونوا ورا بعض أو بعيد عن بعض، يعني المهم إن هما بطاقات مختلفة. إنما لو الحصص زوجية، 4 زوجي، إيه اللي بيحصل؟ مزدوجة، ونخلي دي 4، يبقى 4 بطاقات. البرنامج بيتعامل معاهم على إنهم 4 بطاقات. يعني ايه 4 بطاقات؟ يعني دي بطاقة، نروح على المعلمون،
دي بطاقة، دي بطاقة الحتة دي، ودي بطاقة، والمفردة دي بطاقة، والمزدوجة دي بطاقة، دي بطاقة، كل واحدة من دي بطاقة. فالبرنامج طبعا الحصص المفردة بتكون أسهل بالنسبة له في التعامل، إنما الحصص الزوجية بتكون طبعا. ولكن إحنا إيه اللي بيخلينا نحط زوجي أو فردي؟ إيه اللي مخليني أحط لمعلم العربي ده أربعة زوجي وواحدة فردي، أربعة زوجي وواحدة فردي؟ ليه ما حطيتهمش كلك فردي؟ لا مش بمزاجي، يعني مش انا اللي بحدد هي حصه زوجي ولا فردي. التوجيه او التوجيه العام لكل ماده هو اللي بيحدد الكلام ده، بيقول العربي في المرحله الاعداديه 9 حصص عباره عن 4 فترات زوجيه وفتره فرديه، او عباره عن 8 فترات زوجيه، او 3 فترات زوجيه وحصتين مفردتان. ماشي، هو التوجيه بتاع كل مادة هو اللي بيحدد كل الأنصبة بتاعة المواد وبتاعة المعلمين وكل شيء. ماشي، مش أنا اللي بختار، مش أنا اللي بقول لا ده أنا هخليهم فردي، لا أنا هخلي الحصص كلها مفردة، أخليها كلها عشان أنا اللي يعني بقوم بعمل الجدول المدرسي. لا طبعا، أنا بتقيد باللوائح والقوانين والتعليمات اللي هي بتنظم العمل. طيب إزاي أنا أعمل معلومة أخيرة كده، المخطط العام عاوز أشتغل عليه، إزاي أحط حصة مفردة وازاي احط حصة زوجية؟ ماشي، يعني حصتين مع بعض، وازاي احط حصص ثلاثية او رباعية؟ ماشي، تعالى نشتغل كده في المنطقة دي بتاعة القرآن الكريم دي، او خلينا ناخد مادة الكمبيوتر اللي في النص دي. ماشي، مادة الكمبيوتر دي فيها كام حصة؟ هي حصة زوجية لكل فصل، اهي هنا حتة واحدة هي عبارة عن حصتين، حصة زوجية لكل فصل. ماشي، طيب هي حصة زوجية، خد بالك انا هنا لما اروح مكتوب هنا 2 وبعدها ستار، لو خدت كتبت 2 بس شوف ايه اللي حصل. يعني هنا دي حصة زوجية، لما اضغط هنا دول حصتين معمول المربع ده، وواخد ايه شرطة تحته كده، كأن في بطاقة هنا وفي بطاقة تانية تحتها. ماشي، طيب لو خليتهم مش 2، خليتهم 4 او 5، ايه اللي حصل؟ بص كده هنا الرسمة دي خدت كأنها 5 بطاقات فوق بعض، 5 بطاقات مفردة. طيب الخمسة دي أنا هحط لها ستار بعدها، يعني هكتب 5 وبعدين شيفت مع 8 من لوحة المفاتيح، انتر. بص كده ايه اللي حصل تحت، تعالى نرفع حتى ده فوق شوية كده، ايه اللي حصل هنا؟ حصة كبيرة خماسية. ماشي، طيب أنا عاوز أعمل مثلا حصة ثلاثية، يبقى الخمسة دي أخليها ايه؟ 3. ماشي، طيب انا عايز ال3 حصص دولت بدل ما هما بطاقة واحدة بس، لا يبقى كل حصة لوحدها، يبقى 3 ومفيش ستار بعدها. خلاص ظهرت معايا هنا 3 بطاقات فوق بعض، هما تبينين هنا اهوت. طيب عشان تظهر اكتر نخلي دي مثلا 8، شوف كده ظهر ايه في الرسمة بتاعتي دي، 8 حصص مفردة. 8 حصص مفردة معناها ان التطبيق وهو بيوزع هيوزع الحصص دولت حصص بطاقات كل بطاقة بعيدة عن التانية، انما التمانية دي لو عملت لها ستار بعدها، لو كتبت 8 شيفت مع 8 من لوحة المفاتيح ستار كده زي اللي ظهرت دي، يبقى دي حصة ثمانية. فاهم يعني ايه حصة ثمانية؟ اعتقد بعد الشرح اللي احنا عملناه ده المفروض ان حضرتك تجاوب على السؤال ده. حصة ثمانية يعني اليوم عندي اصلا فيه 8 حصص من اول حصة اليوم لاخره، الفترة ديت هتدخل في المعلم، هيدخل الفصل بتاع اولى اول مثلا في اول النهار، مش هيطلع من الفصل لحد المرواح، لحد ما خلاص يخلص ال8 حصص ويخلص اليوم الدراسي بالكامل. 8 حصص دي حتة واحدة هتتحط، حتة واحدة في الجدول. طبعا الكلام ده مش هو المنطقي او مش هو المعمول به، ولكن انا حبيت اشرح بس المعلومة واوصلها لحضرتك يعني. وده كان الاجابة عن السؤال الحالي اللي ورد الينا في التعليقات. نرحب دايما بتساؤلاتكم وبكل التعليقات وبالنقد ايضا وبالتوجيه، ويعني ادعمونا بالمشاهدة وبنشر القناة. كنت معكم إبراهيم محمود مرسي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.